طبعا القطاع في نظرنا هو العمود الفقري لباقي القطاعات. الجميع اليوم جميع القطاعات عندها تحولات رقمية، نحن بدورنا نبني البنية التحتية للمساعدة في التحول الرقمي. نشرنا شبكة الجيل الخامس في الدولة، اليوم وصلنا إلى نسبة تغطية تعادل 95% من المناطق المأهولة في الدولة. لله الحمد وصلنا إلى أسرع شبكة 5G في الدولة في السنة السابقة، فنحن مستمرين في دعم القطاعات الحكومية والخاصة في التحول الرقمي اللي تقوم فيه.